السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في الكانتي ديال اليوم السبت مساء على فيشي مونتيا فورستي ديبار مع 7:30. لا ديستونس ديالها غادا تكون قصيرة، وملي كتكون لا ديستونس قصيرة كتكون كورسة رابيد، وإلا كانت كورسة رابيد غيكونو الديسكاليفيكاسيون، ربما يتسكلف النص كاين 16 عود، ربما يبقاو 8، ربما يبقاو 7، ربما يبقاو 6، هذه لا شك فيها. المهم الخوت لكم الاختيار في هاد لي شوفو، وانا كنظن البلوريش ديال الكورسا هما اللي ممكن، لي بلوريش ديال الكورسا هما اللي ممكن يكونوا، ومعلومة ممكن نضيف عليكم الخوت العود ملي تيكون جاي من الاتلي وكيدير المونتي، اول كورسة ديالو في المونتي تيربح غانيو، الكورسة اللي من موراها في المونتي تيديس كاليفا، عود تيكون جاي من الاتلي وكيدير غانيو في المونتي كيعاود المونتي، غالبا 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 بين قوسين تيديس كاليفا، وهذا ما عند الطريز، هاد العود غانيو في الاتلي وغانيو في المونتي وديسكاليفي في الاتلي، وفي الاعتقاد ديالي غيدير ديسكاليفي في المونتي. لكم الاختيار، هذه ملاحظة تتوقع ليا واحد النسبة ديال 90%، وكنتبع هاد الحالة هادي العود اللي تكون جاي من الاتلي وكيدير المونتي وكيدير غانيو، واحد النسبة اللي هي كبيرة كيديس كاليفة في المونتية ديالو التانية. اللي عجبو الخوت الطريز يلعبو، إلا لقيتو لاباس حطوه مور لاباس، مديروش في لاباس، لأن أصلا هاد الكانتي ما فيش لاباس. العود اللي ممكن تعول علو غيديس كاليفة ربما يكون لك لاباس ديالك خاوي 100%، ربما عود في لاباز ما يبقاش. على كل حال السيس خيول ديال لورينار، ديسكاليفي اريتينا في ايام نافية بسات ايام اكيب دو كابفير، هاد العود 33000 ولا في المونتي، عود ديال فينسن اول كورسة ديالو في المونتي غانيو جاريا في ليون بوليلي، هاد العود كان جاي من الاتلي ويدير المونتي ويربح، من موراها دار تروازيام في الاتلي ديسكالي في الاتلي ويدير المونتي الثانية ديسكالي في هاد السايز، تبقى مقبول. الكنز إيلونا دي مايو، الكنز خيول ديال تيبو تروميني، هادو خيول كتكون قوية غادي ناخدوها في البرونوستيك ديالنا. خيول ديال كابورغ، هادو جايين في كابورغ دوزيام ديسكاليفي كاتريام في الفنسن، ممكن هاد العود ممكن يكون حطوه في سيليكسيونا. غادي نمشيو عند الرقم 14 إليس دي فالون، خيول ديال نفس لونترينور ديال السيز، حتى هو عاود في المستوى، عاود ديال الفانسن تيدير، ولكن عاود لاكوش، هاد العاود تيدير لاكوش بزاف ولكن مكيديسكاليفاش بزاف، ممكن نحطو في البرونوستيك، ممكن يتحط هاد العاود في البرونوستيك، وخا عاود ديال لاكوش ممكن. غادي نمشيو عند رقم 13 الخوت، هذا هو العاود اللي ديال باتريك تيري على دان دو كوجيل، كيما كتشوفو كانيو في المونتي، عاود كان جاي خاس شبعان خسارات ويدير تيران ديال اوش في الكازو، دار كانيو ويمشي لبومان لومان اتلي ديسكاليفي،
ماذا تتوقع منه في الكورسة الجاية في المونتي؟ المهم الخوت ما نحطش هذا في البرونوستيك، انا عندي شي خيول ممكن يتزادوا في البرونوستيك. المهم لقيتو لاباز زيدوه في لاباز توز ايفان دو بريطان عود ديال لورينارد كذلك اكيم دو كافير نو بلاسي ويتيام ويتيام كاتريام ويتيام ديسكاليفي عندو هذا خسراتو لاغوش عندو الدرواتي او يدير المونتي هذا غادي ناخدوه ربما يكون حاضر غدا ان شاء الله. الأونز الخيول ديال سيرا خوان كاروس روتيغير سيرا بوستر وينير والوريجين سامبا دي بون هاد العود ديال كابورك عود ديال كابورك ديسكاليف اف اتلي وعود ديال المونتي ممكن ندخلو في البرونوستيك مع هاد السوكير ديال ريكارد. رقم عشرة تيو جي سيلين غودار مارك ساسي عنده جوج ديال الخيول عنده هاد العشرة غادي ناخدو هاد العشرة كقاعدة ديالنا غدا وان شاء الله يكون خير. هاد العشرة عاود ديال كابورك كذلك الخيول ديال كابورك غتكون قوية غدا في الفيشي. بالنسبة للرقم تسعود شفتو هادو كلهم شفتوهم غادي نمشي عند الايكوري ديال توز وديال كاتورز ديال سيز هاد السبعة فلاغوش كيطحل لاغوش هذا كيجري فلاغوش ولكن لونترينور لورينارد غانيو كاتريام لوريجين بيسكو دي فالبون فيلابون جوج كورسات عندو الفور و التيران ديال الغازو اتلي ناخدو هاد العود نزيدوه هادو هما الخيول اللي عندي الخوت السبعة والعشرة والحداش والتناش والربعتاش والخمسطاش والستاش. البلي رابيد تناش تسعود تنظن انا تناش حسن من تسعود باتخ لو ريكور سيس ناف كاتورس كينز ديبيتو اون مونتي الان والدو والويت والدوز خلينا للدوز الباسي ديالهم كانوا جراو الخيول كبيرة شوية اولا تروازو كذلك تروازو كانوا جو لي بتي نيميرو بريس كات ولكن كان تقريبا يكون كلشي ديسكاليف يكون كلشي ديسكاليف عفوا جوج الخيول لي ديسكاليف او اونز دار نو بلاسي الان و الدو و الاونز. المهم انا كنرشح لي كرون نيميرو لي كرون نيميرو لا غير مع من سبعة و بط حيت غتخرج رابيد انا في الاعتقاد ديالي غادي تخرج رابيد كورسا غادي تخرج رابيد في الفيشي الخيول انيدية ما نقدرش نلعبها بحال او دو طرواش كورسا ديسكاليفي نتي نتاكدو من هاد الباسي تيجيو لي بتي نيميرو كيجيو لي بتي نيميرو مي انا كنعتقد الكرون يميرو بحال هادي هي اللي خصها تطلع 11 12 14 13 7. على كل حال ختينا الخيول ديالنا عندها تقريبا جوج كورسات بحال ان دي تروا ان دي تروا ديسكاليفي ما قنعونيش الخوت هادو مي قنعني السبعة والعشرة والحداش والتناش والربعتاش والخمسطاش والسطاش هادو هما الخيول ديالي تحياتي لكم الخوت ومع السلامة وفيديو قادم إن شاء الله.